في هذا الاتفاق الذي الاتفاق الإطاري الذي تم اليوم هنالك غموض في وضع الدعم السريع. الاتفاق يعرفه في مكان أنه واحد من القوى الأربعة، القوى النظامية الأربعة، الجيش والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة، وفي مكان آخر يقول أن الدعم السريع تابع للجيش السوداني. أين موقع الدعم السريع؟ الدعم السريع يتبع للقوات المسلحة، لديه قانون صدر في فترة سابقة، هذا القانون هو يوصف وضعيته، وهذه التعريفات أخذت من قانون الدعم السريع. أظن أن إذا كانت هناك تعديلات، إذا كانت هناك أمور ستجرى، كل هذه الأمور يمكن أن تتم إذا كانت في ورش العمل، إذا كانت في القوانين المستقبلية، لكن الآن في قانون بيوصف هذه الوضعية وموجود. إذا كان في أخطاء، هذه الأخطاء ارتكبت من النظام السابق، في النظام السابق نفس هذا التوصيف موجود بقانون قوات الدعم السريع. وهل في فرصة لتصحيح أخطاء النظام السابق؟ نحن الآن نعمل على هذا التصحيح. بمعنى؟ بمعنى أننا سنقيم كل موضوعاتنا، إذا كانت العسكرية، السياسية، الاقتصادية، ونضع الأمور التي تخدم المرحلة الانتقالية.